ما شاء الله، شو اللي مسهرك للحين؟ خبرك سباق فورمولا مع الدجاج على النومة. لا والله، هذه النظرة معناته انه في شيء كايد وراها. علمني علمني، قل لي وش السالفة. تراه للحين تحبك. نعم عهود، تراه للحين تحبك. انت من وين تجيب هالخذهريق؟ وش اللي طاري عليك تالي الليل؟ اللي تبي تندمني اني انا نزلت واني سالتك اصلا؟ ما في شيء جبته من راسي، هذا الصدق. شلون اكتشفت هالاكتشاف؟ هي اعترفت لك يعني؟ مو شرط انها تقولي هالكلام بشكل مباشر، بس سمعتني ذاك اليوم يوم اقول اني احبها واني ابيها، على طول طلعت من البيت. عشان ايش؟ عشان ما تتورط فيني. وليش معنى تقولي وفي وجهي ما ابيك؟ هي قالت لك انها ما تبيك؟ اي هذا معناها ان معناتها للحين انها تبيك يا زيد، وقلبها متعلق فيك، وانا ما راح تخليك طول عمرها، وبتحبك لين اخر يوم في حياتها. ما شفت نظراتها لك وانت قاعد تتكلم؟ هذا وانت قاعد تهاوشها وانا اللي ادافع عنها، وانت اللي طردتها من الشركه وما تبيها تكون موجوده بيننا في الشركه، وانا اللي وقفت في وجه اخوي، وقفت ضد نفسي عشان تكون موجوده في الشركه. حتى لو اخذت مكتبي، اقسم بالله لا اعطيها المكتب اللي فيه عشان تكون افضل وحده في الشركه. كل هذا عشان بس تكون قريبه مني. بس خلاص الحين انا ما ادري كيف بدخل الشركه، ولا ادري كيف بحط عيني فيها.